السلام عليكم. غادي نحضروا واحد التحليه اللي كتجي رائعه، سواء بغيتي ديروها ديسير سواء بغيتي ديروها غوتي مع القهوه مع اتاي. عندي بيسكوي كما كتشوفوا متوفر في المحلات التجاريه، عندي الحليب. غادي ندير الطبقه الاولى، غادي نتزق البيسكوي في الحليب وعاد ندوزو في الطبقه الثانيه. عندي نص سطرة الحليب وعندي كاس ديال الحليب نص سترون وكاس عامر ديال الحليب، عندي واحد كاس ديال السنيده، عندي جوج معالق عامرين ديال مايزينا، عندي واحد الخنيشه ديال الفاني، وعندي واحد الفلون ديال نكهه الفاني حتى هو، وعندي الشوكولاته بودره، وعندي واحد 8 ديال المكعبات ديال الشوكولاته هذا الطابليت. عندي 12 ماشي 8 12. دابا غادي ندوزو على بركه الله، غادي نصيبو الطبقه الاولى وعاد غادي ندوزو ونصيبو الكريم ديالنا. غادي نحضر الكريمه هي الاولى باش تبرد ليا. غادي ندير كما قلت لكم نسكر الحليب هو الاول وكنزيد عليه كاس سنيده، كاس صغير ديال سنيده ما عامرش مزيان. غادي نديرو الفلون ديالنا، غادي نديرو مازينة ديالنا حتى هي، وغادي نشعلو عليه البوطة وغادي نبقاو تنحركو تدريجيا. نعاودو نطلقاو. خديت هاد الصينيه ديال الفرن، غادي نديرو في هاد الصينيه، ما عنديش ديال الدجاج كبيره، عندي غير صغيره. غادي نفزك البيسكوي ديالنا كما كتشوفو، وغادي نستفو بهذه الطريقة. وفي نفس الوقت كنخلط لاصوص اللي غادي الكريمة ديالنا اللي غادي نديرو على البسكوي. غادي نستفو بهذه الطريقة تنكملو كامل. كما كتشوفوا بهذا الشكل غنستفو كلو، وعلى ما تعقد لينا لاصوص ديالنا الكريمه ديالنا اختارت كما كتشوفوا. دابا غادي ندير لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، غادي ندير لها واحد الخنيشه ديال الفاني، نحركها ودابا ما بقى لي الا خويا على البسكويت. بسم الله،
كما كتشوفوا ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه ديال الشوكولاط. ندير لها هكا باش تقاد لينا كما كتشوفوا، ونخليها تبرد. غادي ندوز للطبقه الثانيه ديال الشوكولاط. دابا غادي ندوز للطبقه الثانيه ديال الشوكولاط. عندي بعض نسيط الحليب، عندي شوكولاط بودره، وكما قلت لكم 12 ديال المرسلات ديال الشوكولاط. غادي نحرك دابا الخليط ديالنا، نحرك الخليط ديالنا، غادي نديرو معاه الشوكولاط ديالنا هكا. نديرو فوق البوطة يختار لينا، يدوب لينا الشوكولاط ويختار شوية، ونعود نطلقاو. الشوكولاط ديالنا وجد، هبطينا إلا ندخلو على كما كتشوفوا. غادي نديروها في الثلاجة، انا غادي نديرها واحد 3 السوايع، نخليها تبرد شوية. كما كتشوفوا نخليها واحد نص ساعه على ما يبرد لينا الشوكولاط، حيت الطبقه الاولى بردات. وندوزو نديروها في الثلاجه ونقدموها لكم بالصحه والراحه، ونعاودو نتلاقاو. كتشوفوا التحليه ديالنا خرجناها من الثلاجه لمده 3 السوايع ونص خليتها. دابا عندي الفيلي ديال اللوز، غادي نديرو عليها على هذا الشكل. كما بغيتو تزينوها زينوها، اللوز كركاع اللي عندكم. عندي الفيرميسيل تاهي الوان تاهي لوينات زوينين كيعطيو منظر جميل. وعندي هاد الشوكولاط تا هو حبيبات، نرشو عليها هكا كيبقى اختياري. كما كتشوفو غادي نقطعوها على بركة الله باش نوريكم كيفاش كتجي. نجيكم هكا
نجبدو واحد الطبق ديم كما كتشوفوا درنا في طبق التقديم كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وفيديو اخر والسلام عليكم.